دي كنز. الصور دي من أهم وأجمل الحاجات اللي في حياتنا، بتحمل لنا بقى الذكريات، بتفكرنا بأجمل اللحظات، وبتفكرنا بحبايبنا طبعا، بتفكرنا كمان بشقوتنا بتاعت زمان. ده اللي عملته النجمة الجميلة روجينا بعد ما نشرت على حسابها صور ليها مع زمايلها في سنة أولى معهد فنون مسرحية، وقالت ان الصور دي كانت في اول رحلة تطلعها في المعهد بعد شهر واحد بس من الدراسة. الصور اهي قدامنا، وافتكرت كمان قيمة الاشتراك اللي كان 15 جنيه بس، وان الدكتورة سميرة محسن هي المشرفة على الرحلة وقتها، وقالت كمان ان الصورة دي بتجمع ما بين ثلاث نجوم، نجم في عالم الديكور ونجمين من اهم نجوم الوطن العربي. وطبعا زي ما احنا شايفين في الصورة شاركها كمان الجمهور بتعليقات، وقدر ان هو يتعرف على النجوم اللي كانت معاها في الصور، وهم النجم احمد حلمي والنجم السقا احمد السقا طبعا، ونجم الديكور محمد الوكيل. وزي ما حضراتكم طبعا شايفين اجمل حاجة في الصور انها بتفكرنا باجمل ذكريات في حياتنا، وبنحس كده كأننا رجعنا بالزمن لنفس اللحظة دي من العمر، وبنعيش نفس الاحساس كمان، نفس الفرحة. علشان كده حاولوا دايما وطول الوقت انكم تاخدوا صور 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 ليكم ومع حبايبكم، ما تفوتوش اي لحظة حلوة او اي فرصة حلوة ان في كل مناسبة تصوروا صور جميلة. وياريت بقى حطوها يعني على هارد ديسك، على اللابتوب، على كمبيوتر. وقولولنا كده، دي نقطة مهمة على فكرة، يعني هل الصور لسه بنحرص على طباعتها؟ انا كدينا شخصيا لا بصراحة، وده تقصير مني. الديجيتال ده ممكن يروح في اي لحظة، حاجة تهنج، هارد ديسك يضرب، مش عارفة. عشان كده المجهود الوحيد اللي بحاول اعمله ان انا احطها على اكتر من حاجة، يعني احطها على فلاش ميموري، على هارد ديسك، على لابتوب، في اكتر من مكان، عشان لو حاجة ضربت الحاجة التانية تفضل عندي. لكن قولولي كده دلوقتي على صفحتنا على فيسبوك، على انا وهو وهي،